قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كثر همه وزاد حزنه فليقل: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاهد أحدكم فليستعد بالله من أربع فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وقد أرشدنا محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ليغفر سبحانه جل في علاه للمستغفرين، ويستجيب سبحانه الدعاء ويقبل التوبة ويعطي